سلام المسيح معكم مشاهدينا. قال مار بشارة بطرس الراعي إنه الكنيسة كانت ورح تبقى حرة من المصالح الخاصة ومن الأشخاص والألوان السياسية. من هيك استطاعت دايماً إنه تخاطب الضمائر وتبتعد عن أي نوع من المساومات. ولما شافت الكنيسة إنه المؤمنين من كهنة وعلمانية عم بيتخبطوا بالخطأ سعياً وراء الحقيقة، أسرعت إلى إصدار وثيقة تعليمية تحت عنوان الحقيقة المحررة والجامعة، عم نتابع قراءتها وشرحها ضمن برنامج حقيقة التعليم مع المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي عن الجبة وصغرتها. سيدنا كمان مرة أهلا وسهلا فيك. شكرا الله يخليكي. شكرا لك سيدنا. فإذا منذكر المشاهدين أنه نحن وصلنا اليوم للمقطع رقم 16، وكمان رح نكون عم نقرأ هالمقطع ونشرحه مع سيدنا. بتقول الوثيقة: في الكتاب المقدس يكلم الله الإنسان عبر البشر، أي الكتاب الملهمين وعلى طريقة البشر. هيدا دجا حكينا تذكير بالمقاطع اللي مرقت. لذلك يجب على مفسري الكتاب المقدس أن يبحثوا عما أراد الكتاب الملهمون أن يعنوه وما أراد الله أن يقول من خلالهم. فإذن دور الشرح ضروري في معنى مقصود. كمان هون عم نلخص يمكن حلقة لقطعه، ولكن ضروري. فإذن شارح الكتاب المقدس بيرجع باللغة وبالإطار يفهم الكاتب اللي عم يقول شو كان قصده. وهون عم نرجع نفرق مرة تانية ما بين القراءة الحرفية، وهون رح بسميها متطرفة بهذا المقطع وغير مقبولة. وهون كمان عم يأكد لي انه الكتاب المقدس انا بحاجة انه الكنيسة تشرحه، تشرح لي اياه. الكتاب المقدس منه معطى اني انا بلقطه بقرأ وبعتبر اني فهمت كل شيء. طبعا بفهم، ما حدا منا ناقصه فهم، ولكن في مطارح وكتار منه قليل أنا بحاجة للكنيسة وبمطرح رح بيقول عبر اختصاصيين اللي هني متخصصين بالكتاب المقدس يعطونا المعنى. أنا اختصاصي كتاب المقدس طبعاً بنحني قدام أساقفي أكبر مني بالعمر وأفهم مني بمئة مرة، بيكونوا عم يحضروا الوعظة بيوصل بيقول لي سيدنا قال لي هالآية شو لازم أفهم من وراها. مثل ما أنا بروح لعنده باختصاصه تنقول إن كان بالعقائد أو بمطرح تاني وبسأله، ما حدا منا عنده كل المعلومات. جمال الكنيسة كيف؟ مثل الموزايك، حجرة بتضوي على التاني ومنكمل مع بعضنا الصورة. كتير حلو. وهذا يتطلب اتباع منهجية أدبية وثقافية وعلمية وتاريخية للتفسير ولمعرفة نية الكاتب الملهم، وذلك عبر التنبه إلى ثقافة عصر الكاتب الذي يستخدم عبارات وصور ورموز من بيئته والبيئة المحيطة، وإلى الظروف والزمن الذي كتب فيها، وإلى طرق الشعور والكلام ورواية الأخبار والتعامل بين الناس الشائعة في ذلك العصر، وإلى الأنواع الأدبية المختلفة سواء كانت تاريخية أم نبوية أم شعرية أم رؤيوية أم حكمية أم غير ذلك. هذا المقطع بده برنامج لوحده. بدنا نوضحه بطريقة سريعة قد ما فينا. بعرف أنه منه سهل. وقت اللي كانت اللجنة عم تكتب هذا المقطع كنا عارفين أنه منه سهل، وسيد البطرك عارف كمان أنه عم يقدم نص، ولكن الهدف منه لأنه كتار اليوم أنه ايه شو بده وبلقط الكتاب المقدس وبنزل على الفيسبوك وبلش بحط ايات وبعتبر أني أنا شلت الزير من البير. وكتار عم بيقولوا الكنيسة بتدعينا للبساطة، نقرأ ببساطة. مش صحيح. الكنيسة الكاثوليكية، عم نحكي الكنيسة الكاثوليكية، سنة 1993 أصدرت عبر اللجنة الحبرية للكتاب المقدس وثيقة رسمية ملزمة كيف بيتم شرح الكتاب المقدس ضمن الكنيسة الكاثوليكية. خلصت الوثيقة سنة 93 لأنه أطلق العمل فيها المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1965. من 65 ل 93 هني يشتغلوا تقدروا كتبوها.
هالوثيقة مهمة لدرجة انه اخوتنا ان كان البروتستان وان كان الارثوذكس اختصاصي الكتاب المقدس بيستعملوها قد ما انها معمولة منيح. هالوثيقة منشورة باللغة العربية اذا حدا طلع عباله يكسر راسه ويقراها، صعبة منها سهلة. فاذا الكنيسة عم بتقول فهم الكتاب المقدس بالمقاطع الصعبة بدها اختصاص، ولكن اهم شيء بدي اقوله بهالوثيقة الكنيسة الكاثوليكية عم بتقول الاسلوب التاريخي النقدي بتسميه بالاسم لا ميثود هيستوريكو كريتيك، هي المنهجية الاولى اللي بتستعملها الكنيسة الكاثوليكية. واي واحد بيروح يعمل شرح للكتاب المقدس بدون ما ياخذ بعين الاعتبار الاسلوب التاريخي النقدي لا ميثود هيستوريكو كريتيك لا يمكن اعتبار عمله عمل علمي جدي. اذا ممكن شرح الاسلوب التاريخي النقدي مقصود فيها بتحاول النص هون يحط بعض الاساليب تبعينا، شرحها طويل، ولكن كل مرة بتقرا كتاب مقدس بدك اول شيء تعمله شوف الاطار التاريخي، مين كتب، اي متى كتب، شو كانت المشاكل اللي عم يعيشوها، شو كانت الظروف اللي عم يعيشوها، لانه النص اللي انكتب ما انكتب منه منزل مرقنا عليه. الكاتب اللي عم يكتب ان كان متى وان كان موسى وان كان اشعيا وان كان عم يحكي مع ناس، ما انه لقيت ورقه وعم يكتبها هيك في الهيول والزوال، عم يكتبها بالفضاء، عم يحكي مع ناس، هو الناس عندهم مشكله عم يجاوبهم عليها. اذا ما فهمت المشكله ما فيك تفهم شو عم يقول، ماشي. وهيدا النص بيطبق بهيدا الظروف، من خلاله منطلع تعليم ممكن نطبقه بعدين، بس اول شيء بدك تفهم الظروف، هي اول شغله، ماشي. وإلى اساليبها وإلى شغلتها، فيها دراسات تاريخيه طويله عريضه. اثنين، الميثود هيستوريكو كريتيك بتقول انه في عده اساليب ادبيه استعملت بالكتاب المقدس، من الشعر ومن الرؤيه ومن الحكمه ومن المثل ومن الاسطوره، كمان نرجع نوصل لمطرح الماضي وقت الاريو الناس هون قامت قيمتهم انه كيف الطريق بيقولوا هالكلام، كانه هن صار لازم يعلموا الكنيسه شو لازم تقول. ليش عم نقول الاساليب الادبيه؟ لانه الكلمه اذا ما بتعرفي شو الاسلوب الادبي تبعينا ما فيك تفهميها. تعطي مثل كلمه شمس، شو معناتها؟ بقول لها ابونا شمس. لا، اذا انا عم بقرا شعر كلمه شمس صارت تعني جمال. اذا انا عم بحكي نص حكمي هذا الامر هو كالشمس، صار معناتها الوضوح. إذا النص عنده الأسلوب الأسطوري، شمس كانت آلهة وثنية صارت ترمز للشر، ترمز للشيطان، لوسيفوروس حامل النور، ماشي. إذا كان نص تاريخي بتعني الوقت انطلقنا عند شروق الشمس. فإذا بدي أفهم، وعم بعطي مثل كتير بسيط، بدي أفهم شو الأسلوب الأدبي المكتوب في كل نص تعرف كيف بدي أقرأ. ما بقدر أقرأ نص رؤيا مثل عم يقرأ نص تاريخ، هون خطأ فادح بيوقع فيه كتار من الناس. وقت اللي بيقرأ رؤيا يوحنا مثل كأنه إنه ايه بده هون تظلم، بده يصير في بركة دم، وبنحاول نشوف ده طولة ده عرضه. هاي القراءة ما خاصة بالكنيسة الكاثوليكية، ولا مرة الكنيسة الكاثوليكية بتقرأ هيك، ولا مرة الأرثوذكس بيروح هيك، مش هيك بينقرأ الكتاب المقدس. هيدا الأسلوب الرؤيوي في مقطع خاص عنه، له طريقة بالفهم. كل كلمة بدي أعرف حللها رمزيتها تعرف شو عم تقصد. سيدنا لما منلاقي هالقد في دقة بالفهم منصير، وأنه ما فينا ناخد الأمور بحرفيتها، منفتح مجال للشك بكتير أمور، ومن بيناتهم القيامة. بقولوا ساعتها يمكن القيامة ما حدثت، هيدا لأنه عمل لها قراءة روحية بيطلع غير شيء ربما، مع أنه إذا ما في قيامة ما في مسيحية. ما في مسيحية، متفقين عظيم عليها. لذلك كمان بمقطع تاني اللي هو رقم 18 رح أقرأ بس عنوانه إذا بتسمحي أكيد. نعم، تفضل. تاريخية أحداث الكتاب المقدس،
فإذا الكنيسة رجعت قالت لحظة، إذا أنا عم أقول هيك مش معناتها كل اللي عم نحكي عنه مسار. بهذا النقطة بتقول في طريقة تنعرف شو اللي أكيد صار وشو اللي أكيد مصر. مصر أو منا أكيدين ماشي الحال. قيامة يسوع المسيح من بين الأموات أمر صار تاريخيا، نعم أكيد. شو بأكد لك؟ بولس الرسول، هالتحول يلي صار معه إذا بدك صح 100%، بس لك بيعبر عنه اللي عم تقولي هو ذاته، إذا مني غلطان برسالته لأهل كورنثوس، إذا مني غلطان فصل 15، بس مني أكيد من المرجع، لأنه بيقول أنقل إليكم ما نقل إلي، وهو أن المسيح مات ودفن قام من بين الأموات وظهر للرسل. معناتها بولس عم بيقول في إثبات تاريخي على أنه المسيح قام من بين الأموات، وهو ظهور للرسل. ولكن كيف بيقدمها؟ بيقول المسيح مات، شو اللي بيأكد لهم؟ أكد لكم أنه مات، أنه دفن. قام، شو اللي بيأكد لنا أنه قام؟ أنه يظهر للرسل. ماشي؟ هيدا الظهور للرسل اللي هني شهدوا فيه هو دليل الحسي بالنسبة لبولس وللكنيسة على أنه المسيح قام من بين الأموات. وجود المسيح كمل وقتها بالمعنى الروحي. هل ما زال المسيح يظهر؟ طبعا عمله في الكنيسة الدائم هو دليل قيامته. ماشي؟ فإذا نحن بتقولي لي بس أنا فيني شكك بظهوره مثل ما بدك، طبعا كل في ناس بتآمن ناس ما بتآمن. أنا المؤمن تسأليني هل المسيح حاضر في الكنيسة ولا ما بكون مؤمن؟ نعم المسيح حاضر فيه. إذا كان اليوم حاضر في الكنيسة فإذا هو حي، إذا هو حي فإذا ليس ميت. بما أنه مات ودفن الحل الوحيد تيكون حي أنه قام من بين الأموات. فإذا نحن نؤمن إيمان تاريخي بقيامة يسوع من بين الأموات، وألا منا مسيحي، ما في مسيحية من الأساس طبعا. نعم. ليست القيامة أمرا روحيا أو أمرا فكريا، هو أمر تاريخي. قبل ما نتابع القراءة سيدنا، لما منلاقي أنه فهم الكتاب المقدس هل أدى فيه صعوبات، يعني حتى نقدر نعرف لأي أدب عصر وأدب وبيئة وعصر وبيئة وتاريخ وكل هيدي الأمور، طب هيدا ما بيعملنا مثل أحباط إنه فإذا هيك وهيك ما رح أفهم ليه بدي أقرأ الكتاب المقدس، وإذا ما قرينا الكتاب المقدس يعني ما عم نتغذى روحيا 100%. لذلك أول وصف للكنيسة موجود بأعمال الرسل بالفصل 2 الآية 41 لا 47، وأكيد إنه ما عندي شغل عليه مرة بقالي. شو بيقول؟ كان جماعة المؤمنين تواظب على تعليم الرسل، كسر الخبز القداس، الصلاة المشتركة والحياة المشتركة. فإذا ما فيني أقول أنا مؤمن إذا أنا برات الكنيسة، إذا أنا برات الجماعة، إذا أنا كمان برات القداس. من هون أنا تكون مسيحي حقيقي بدي يكون عندي تنشئة مسيحية عم تأمن ليها كنيستي كل يوم، بالتعليم الديني، بالمدرسة، بالرعية. ما فيني أنا أقول أنا أم مسيحية ما بودي ابني تنقول على الفرسان، فيني هيدا خطأ كتير كبير، لأنه كيف بده يتعلم الكتاب المقدس؟ بده مين يعلمه؟ بلس فإذا أول شيء في هذا التعليم اللي كلنا بدنا نلتزم فيه، اثنين في القداس اللي كلنا بدنا نلتزم فيه. مش بس القداس منه بس صلاة وجزء منه صلاة، ولكن هو أيضا مناولة، ومش بس مناولة هو أيضا كسر الكلمة. يمكن صاروا المستمعين بيعرفوها بالكتاب بالقداس عنا مائدتين، نكسر الكلمة ونكسر جسد ودم يسوع المسيح. فإذا القداس اللي هو في قراءة الكتاب المقدس، وفي شغل اسمها العظة واللي هي الأهم بأول قصة طبعا أهم الكلمة. عم نقرأ الكلمة الأبونا بده يشرحها، وهون في مسؤولية مزدوجة على كل كاهن وأسقف طبعا، ولكن على كل كاهن خاصة انه يحضر الوعظة منيح، وانه يقدمها بطريقة طيبة لرعيته وتكون فعلا مفيدة
بهيدا الوقت على كل مؤمن انه بهيدا الوقت ما فيني اطلع ارتاح شوي بطلع برات الكنيسة لانه انا خلي ابونا ما تطول بدي اقعد لانه انا بدي اتعلم. اثنين صبر. اوكي حلو رح نقرا نرجع. يمكننا هذا التفسير من الوصول الى المعنى الحرفي او المباشر للنص بعد استخلاص معناه من الاسلوب الادبي الذي كتب به. هيدا المعنى الحرفي وليست القراءة الحرفية. المعنى الحرفي هو افهم قلناها مرة الماضية بس بسؤالنا نعيدها بليز. أكيد. انه شو قال متى لكنيسته. فاذا فهمنا شو كانت المشكلة شو كان عم يجرب يعلمهم لألهم. هيدا المعنى الاول المعنى الحرفي المعنى المباشر. اوكي. بعدين هل إذا بدك بالميثود إيستوريكو كريتيك بنسميه التأويل معناتها الفهم الشرح اللي هلا بعد شوي بده يطبعوا شيء بنسميه التأوين. طيب هيدا التعليم اللي عطبت لجماعته اليوم أنا كيف بدي أعيشه لأنه تغير المجتمع تغير الظرف تغيره كيف برجع بطبقه اليوم. هلا هو واضح أنه هيدا المقطع فيه كتير إشياء شرحت يعني كأنه ملخص لكل هيدي الأمور بس ما عليه رح بيجي بيحطهم مع بعضهم تيصيروا وراء بعضهم. نعم. بس طالما عم نحكي هلأ كمان عن المعنى الحرفي وهيك في مرق هلأ ورد على فكرة إنجيل متى بعتقد لما المسيح بيطرد الشياطين من إنسان بوديهم بالخنازير. وي. أوكي. هيدي كتار بيشرحوها إنه إيه مزبوط هيدا الإنسان كان فيه كتير شياطين. اوكي ودي هون شيلون وقالوا له ما تهلكنا ودينا بالخنازير ام الله حطهم بالخنازير الخنازير راحوا كبوا حالهم بالبحر وغرقوا ماتوا. عده امور بدهم ينقلوا. اولا بدنا ناخذ المعنى الحرفي ما هيك. ما الخنزير هو رمز الشيطان رمز الشر رمز الشر او العالم الوثني خنزير شيطاني الشيطان ايه العالم هون ما اذا مرسي رجعوا على الحلقات السابقة ما إذا قلنا فرعون بيرمز للشيطان العالم الوثني بيرمز للشيطان لكن الكتاب المقدس كتير كتير لذيذ مهضوم بمعنى بسيط بأي شو بقصد بينصم العالم بين أبيض وأسود ما عاد عرفت كيف بحط درجات إنه هيدا وثني بيقول خي هيدا في خير وشر في أبيض وأسود ما تنسى إنه الكتاب المقدس عم يتوجه تيعلم ما عنده قاعد يعمل تحليل دم للناس. فإذا العالم الوثني وفرعون والبحر والخنازير عالم الشر نفسه. نعم. أوكي. نعم. فإذا إخراج شياطين من إنسان وإدخالهم بالخنازير معناتها رجع عبيتك روح اللي هذا مش لقلك روح اللي عندك رجع يعني خلى الشر بمقره رجع الى مقره وين رجعوا راحوا الخنازير على البحر اللي هو بيته كمان مركز الشر منيح ماما ليك كيف ليك النص شو حلو. طيب هيدا يعني هيك صار يعني اجى الله هون. اخرج الشياطين من هيدا الانسان وكان في خنازير قال لهم روحوا راح القطيع بدنا نرجع على الرقم 18 اللي هي تاريخيه احداث الكتاب المقدس لي الاختصاصيين هن بيقدروا يقولوا لي احد كهنه ابرشيتي بتسمحي لي اعمل لي دعايه ابونا عبد الله خوري اكيد هو افضل شراح العهد الجديد عامل مقال طويل عريض عن هذا الموضوع شاغل عليه ساعات طويله اللي بيورجي انه جراسه محل مسار هذا الموضوع وبعيد جدا عن البحر فاذا عمليا ما عندي امكانيه بحسب اللي هو المقال اللي كتبه عمليا ما عندي إمكانية إنه الخنازير يقطعوا إني أنا أكون شفتهم بده واحد يقرأها بيقول إذا بدي أرسم الصورة ما بتنرسم لذلك بيقول هون عندي تعليم لاهوتي اللي هلأ قبل شوي كنت عم بعطيه لأني سمعته منه فإذا كمان المطران بيسمع من كاهن وقت اللي كاهنه بيكون اختصاصه عهد جديد أنا اختصاصي عهد قديم هيدي الكنيسة بتعيش مع بعضها فإذا بيوصل أبونا نعم طلب بالآخر المعنى شو هو انه في المعركة بين الخير والشر اخيرا يعود الشر الى مكانه ويفني بعض البعض يموت الخنازير شو عم بيقول الناس عندما يأتي المسيح في المجيء الثاني لن يبقى هناك لا ألم ولا وجع ولا دمعة سوف يمسح الله كل دمعة من عيوننا ويعطينا الفرح الذي لا يمكن ان يمسه اي شيء الفرح النهائي السماء بس ما حدا بيشرحها هيك ابونا نعبد الله خور فاذا بنحط له اسمه على لائحه المارتقين
بالعكس من يعلم تعليم الكنيسة الكاثوليكية اللي بيحب يقبله أهلا وسهلا، ما بيحب يقبله منصلي له، ما فينا نعمل له غير هيك. للأسف. حلو، رح نبركي هيك منجرب كل مرة نمرق نصوص من الكتاب المقدس لحتى تكون عملية أكتر القصة ونجرب نفهمهم أكتر. يعني انت بتسألي وأنا بجاوب. الله يخلي لنا هيك. شكرا سيدنا. من تابعه بتقول الوثيقة إن المعنى الحرفي المباشر يختلف عن القراءة الحرفية المتطرفة التي تتوقف عند المعنى الظاهري بدون الولوج إلى المعنى المقصود عبر الأسلوب الأدبي، كما عندما يقول يسوع إذا شككتك يدك فاقطعها، فيسوع لا يريد قطع اليد كما تتوهم القراءة الحرفية المتطرفة، بل ما تعنيه هذا العبارة عبر أسلوبها الأدبي وهو عدم القيام بأفعال تشكك 100%. يعني إذا الأشخاص اللي بياخذوا الأمور بحرفية بقولوا أنه الكتاب المقدس ما فيها نعمل له قراءة روحية ولكن فقط حرفية، مفروض هلأ يعني كل العالم تكون إيديها وعيونها صح ومقلوعة وبعرف صح شو. بس ليش نحن عم نقول هيك؟ لأنه الدراء هالميثود إيستروكوكريتيك دلت أنه كلمة طاع بزمن يسوع كانت معناتها ردة شيلة وقفها. نحن اليوم أنا على القليلي بضيعتي ما كانوا يقولوا طاع بس كانوا يقولوا كسور. أي ستة كانت بقى أنا بس حر بشغلة تقلي كسور إيدك، شو معناتها؟ معناتها شيل ايدك عنا. وقف. طب هيدي كانت شو معناتها؟ اذا انا اليوم بدي افهم ما معناتها كسور ايدك وكسور اجرك. واحد مثلا عم بحكيك جدرا بس ما لها معنى اذا قلنا انه اذا شككتك عينك فقطعها او شككت يدك فقطعها. ديره يعني ما تقعد تقول طلع من موضوع الشر. قطع عين لا عينك عن عم يطلع ببنت بطريقه بشعه. لا عينك عنا، نحن بنقول شيل عينك عن هالشغله. شيل عينك عنا طول كمان انه نشيلها، يعني تشيل عينك يعني بنفهم انه شيلها بنقوم نشيل عينها يعني. وبرجع بقول لك كل ما بنرجع لورا بدنا ننتبه انه كان التعبير كان عندها هيك ما اقسى بالتعبير ولكن المعنى تبعينا كثير كان حلو. قطع ايدك عن السرقه، ايه قطع ايدك عن الضرب. تمام. توجد منهجية أخرى تكمل الأولى للتفسير الصحيح للكتاب المقدس وهي روحية وضرورية تقودنا إلى قراءة الكتاب على نور الروح القدس الذي ألهمه. ويذكر النجمع الفاتيكاني الثاني في هذا المجال ثلاثة مقاييس تساعدنا على فهم الكتاب المقدس على نور الروح القدس. قبل ما نفوت بالمقاييس ترجع بتقول الكنيسة إذا فهمنا متى شو عم بيقول لكنيسة متى منيح، بس ما بيكفي. نعم. لأنه هيدا الفرق إذا بدك ما بين التاريخ وما بين الإيمان. أنا إذا عم بدرس تاريخ بفهم نابليون بونابرت شو عمل بديك الأيام، قراءة المقدس بنا هيك عم بفهم متى شو عم يقول للناس لوقا شو عم يقول. لا، هالقراءة بدك تطبقها اليوم بحياتك اللي حكينا عنه التأوين. نعم. أنت عم تقرأ بدك تصير روحياً واحد من جماعة متى، وهل اللي قالوا متى للجماعة تقوله أنت لحالك اليوم بحياتك، وتعرف كيف بدك تصلح مسيرتك بالحياة، طور قداستك إلى آخره. هالقراءة الروحية ضرورية ضرورية. فإذا في عنا ثلاث مقاييس هن بيساعدونا أنه تكون قراءتنا صحيحة. صحيح. كيف بعرف أن طبقت صح؟ واحدة اثنين ثلاثة. فإذا أول واحدة التنبه إلى وحدة الكتاب المقدس ومضمونه كله، إن ركيزة هذه الوحدة هي تدبير الله الخلاصي الواحد الذي ينقله هذا الكتاب. هيدي أول محطة. حابب أني أشرحها ببساطة. تنبه إلى وحدة الكتاب المقدس، أنا حقولها مثل ما هي. وحدة الكتاب المقدس معناتها حبيبي ما فيك تشيل أي من هون وتحط لي إياها، وأي من هون وتحط لي إياها. الكتاب المقدس بده ينقرا بوحدته من أوله لآخره. تقدر تفهم الكتاب المقدس بدك تفهم كل الكتاب شو عم بيقول. اذا انا باخذ كلمه اذا شككتك يدك فاقطعها وبوقف عنده وبقول له اقطع ايدك خي طول بالك، هيدا له كل المسيره تبعينه من حلقتين حكيتيني عن صدوم وعموره، ما فيك تفهمها بلا ما تفهم بالعهد الجديد كيف الامور عم ترجع تتوضح. ما فيني فاذا ما فينا نعمل شيء للأسف شو دي هو بيعملوه، بيقطعوا آيات من الكتاب المقدس بيلزقون فوق بعضهم وبنخلق نوعا ما كتاب مقدس جديد. صرنا عم نشوف انه بعض أولادنا بالكنائس الكاثوليكية او الارثوذكسية او غيرهم
نازلين يعملوا هيك انه بيلقط كم كلمه كامله بيحطهم فوق بعضهم، لا في وحده بالمفهوم، بدي اقرا من اوله لاخره تفهم. المقياس الثاني قراءه الكتاب المقدس في التقليد الحي للكنيسه كلها، لا يمكن ان نفصل بين الكتاب المقدس والتقليد الحي اللذين يشكلان وحده متكامله، للابقاء على هذه الوحده يجب قراءه الكتاب المقدس في الكنيسه التي تتناقل التقليد الحي. هون عندي فكرتين، فاذا عم بيقول اول شيء ما بنقسم الايات، ثانيا كل ايه او كل نص ما بقدر بفهمه برات الكنيسه لانه الكنيسه عملت شغلتين. اولا هي عبر 2000 سنة إلا بتقرأ كل الكتاب المقدس وبتوضح معاني وبتقدم التعليم، فإذا أنا ما فيني أقرأ الكتاب المقدس كتار كمان أوقات بيفتح النص بيقرأ وبيقول أنا برأيي يسوع عم بيقول هيك، أنا هيك بفهم، أنا هيك حسيت، بركة بإلهام من الروح القدس. نحن شفنا الروح القدس، شو اللي بيأكد لي أنه بإلهام من الروح القدس؟ هذا كمان رقم 3 رح تشوفي كيف عم يكملوا بعضهم. اللي بيأكد لك انه هيدا اللي انت عم تشعره شعرته الكنيسة او شعرت شي بيشبهه، لانك انت سلول لما بيتفقوا خلية بيتفقوا بنفس الشعور هيدا بيأكد. ما فيني كل يوم الكتاب المقدس يخدني بمطرح كل يوم عم يطلع شغلة، ما بيصير. فاذا ما بقدر انا اعمل قراءتي برات تاريخ 2000 سنة من الصلاة، هي شغلي. شغلة تانية ما ننسى انه الكنيسة مؤتمنة على شي اللي هو التقليد المقدس اللي منه موجود بالكتاب المقدس واللي بيكملوا بعضهم، فاذا اللي انا بقراه لازم يكون كمان بيشبه التقليد المقدس. ومين بيقدم لي؟ الكنيسة بتقدم لي خبرة 2000 سنة عمل. انا إذا عم بشتغل على هيدا الأساس ماني ملزم كعبد ضل أقول آمين آمين، لا بطور بس بهيدا الخط، فإذا ببني على كنيستي. نعم. والمقياس الثالث التنبه إلى قياس الإيمان، يراد بهذه العبارة أن الحقائق الإيمانية التي يحويها الكتاب المقدس منسجمة ومترابطة فيما بينها، نظرا إلى الله الواحد الذي حقق التدبير الخلاصي المنقول في الكتاب المقدس وإلى الروح القدس الواحد الذي ألهمه. هون عم بتكمل رقم 2 وبتوضحه. كيف بتأكد أنه اللي أنا عم أقوله اللي عم بفهمه هو من الله؟ أنه بده يكون بخط الإيماني. يعني إذا عم نقول أنا على أساس اللي عطتني الكنيسة فيني طور، بس ما فيني طور شيء كمان بيرجع بيبعد عن الكنيسة. يعني الله ما في كل يوم يقول حقيقة جديدة، ما في كل يوم يطلع لي إيمان جديد. الإيمان بيتطور إيه بس بخط مستقيم. لذلك أنا اللي عم بقرأ بده يكون ما في تناقض عمليا. شو بيصير؟ لاحظي كيف وقت اللي منفوت بالتناقض كتار من المؤمنين اليوم بيقول لك ليك أبونا أنا هاي البارتي من الكتاب المقدس بتعجبني بس هاي البارتي ما بتعجبني. ليه؟ لأنه ما وصل للإيمان المنسجم اللي لاقت كل، ما في يكون انتقائي وما فيني افتح خط هيك بشو بيريحني شو اللي بيعجبني. لا، الإيمان واحد ومتكامل. يوم اللي بعمل قراءة بتلقط كل الكتاب المقدس وبتتوافق مع كل الكتاب المقدس، ايه نعم هي بتكون قراءة صحيحة. المقصود فيها نحن عندنا إيمان واحد نلتزم فيه بيتطور مع الايام لانه ايمان حي، ولكن بيتطور بدون ما يتناقض. تماما. سيدنا بدنا نشكرك، كلمه اخيره حول هالموضوع. بعرف انه حلقه اليوم كانت صعبه بس هذا الشيء لازم يكون مدعاه فخر للمؤمنين انهم بينتموا لكنيسه بتتعب، وصدقيني بتتعب كثير تتقدم لهم حقيقه صافيه. من هوات ان نعمل اشياء معقده، لا، نحن هوات ان نقدم لشعبنا اصفى ما يكون وانقى ما يكون، لانه المسيح تمنى على كنيسه نشعر بمدى مسؤوليتنا تجاهها، وما بتقصر الكنيسه بانها تحط كل اللازم شعله الايمان اللي وصلتنا نقدر ننقلها للجيل اللي ورانا صافيه مثل ما استلمناها ان شاء الله. امين امين. شكرا سيدنا. فإذن مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، من وداعكم على أمل نلتقي الأسبوع المقبل. سلام المسيح معكم.